من الأو تي في تحية طيبة لجميع المشاهدين في مواكبة مستمرة للتطورات. يمكن الشارع امبارح كان أكثر شيء متحرك في المناطق السنية وبالتحديد لربما تلك المناطق التي تتبع رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت كان في هدوء على جبهات أخرى في الشارع وانكفاء في معظم الأحيان للحراك المدني عن كل ما يجري. وللمزيد حول الحركة السياسية أولا وأخيرا إذا بدنا نعم نقول، دكتور نزار زكي عضو المجلس السياسي بالحزب الديمقراطي اللبناني بينضم لنا، صباح الخير. يسعد صباحك وصباح المشاهدين يعني جميعا. الحركة السياسية يبدو زاخمة اليوم، في تطورات على أكثر من مستوى، رئيس الجمهورية يبدو أنه التقى صباحا المرشح سمير الخطيب، والمرشح سمير الخطيب واصل امبارح اتصالاته على أكثر من مستوى حتى أنه هذه الاتصالات وصلت إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية، كيف بتشوف هذه الحركة؟ إن شاء الله يكون حركة فيها بركة في البداية. يعني عم نشوف بالأيام الحالية أو بالفترة الحالية إنه في تحرك بالمشهد السياسي العام الموجود بلبنان، مشهد يبنى على إن شاء الله بنتمنى الخير، بنتمنى إنه يكون في نتيجة. يعني بالنهاية نحن بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن كل شيء عم بيصير بلبنان، الشعب اللبناني بحاجة إلى نتائج للخروج من الأزمة، وليس مجرد هيك ربح وقت وكب أسماء يمكن هدف البعض حرقها وأسماء أخرى بهدف الوصول إلى الحل. نتمنى أن تكون هذه المرة أن نصل إلى نتيجة يطمح إليها اللبنانيون ويطمح إليها السياسيون ويطمح إليها كل حريص على مصلحة الوطن. طيب هذا النتيجة تكون بتشكيل حكومة جديدة تنطلق سريعا بعملية النهوض الاقتصادي، بغض النظر عن الأسماء، ما هو موقف الحزب الديمقراطي اللبناني من هذه العملية والطريقة اللي عم بتصير فيها عملية التكليف ومن ثم التأليف؟ نعم، نحن كحزب ديمقراطي لا نهتم بالشكل بل نهتم بالمضمون. يعني نحن حكينا من الأساس أنه هناك اختلاف سياسي ما بين حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط، وهذا الجدل الحاصل حاليا وهو عبارة عن جدل بيزنطي. شو هو الجدل البيزنطي؟ يعني في ناس تسأل أنه شو شكل الحكومة. الجدل البيزنطي هو عبارة بالدولة البيزنطية قديما كان العدو على أسوار المدينة، كانوا الفلاسفة أو مجلس الشيوخ البيزنطي ملتهي بجنس الملائكة، هل هم ذكور أم إناث؟ مثل هون يعني صحيح، كانوا ملتهيين بحجم البليس بحجم الشيطان، هل هو كبير بحيث أنه يساع يمكن أن يكون في كل مكان أم أن هو صغير بحيث يدخل في خرم الإبرة؟ وبهذا الوقت دخل العدو إلى الأسوار وحرق المدينة بمن فيها. نحن هون بلبنان كمان نفس الشيء، العدو على الأبواب، الفقر موجود على الأبواب، هلا العدو، المجاعة. اسمح لي، العدو نعم هو عدو، عم نحكي عن العدو الإسرائيلي او عم نحكي عن العدو بالمعنى المجازي، عدو الفقر، عدو الجوع، عدو البطالة، كل هالأنواع من الأعداء، الفقر موجود على الأبواب، المجاعة موجودة على الأبواب، البرد على موسم الشتاء موجود على الأبواب، سعر صرف الدولار وتقلبات في سعر صرف الليرة موجود على الأبواب، المشاكل الأساسية والبنيوية الموجودة في الوطن على الأبواب، المواطن الذي يذل على أبواب المستشفيات وعلى أبواب المدارس وعلى أبواب الجامعات على الأبواب. اللاجئ السوري دخل إلى الأسوار والمواطن اللبناني خرج من الأبواب إلى بلاد الاغتراب الواسعة، ونحن بعدنا نناقش في جنس الملائكة، هل هم تكنوقراط خليني أم انتقل هم معك إلى سياسيين؟ عينتيني في كلمة لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط. نعم في البلد، لكن يعني أحببت أن أزوره اليوم كي يؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، ويعني كي لا أيضا يفسر الأمر بالانقطاع بأنه خلاف سياسي أو غير خلاف سياسي. تعلمون اليوم يعني الكم من الإشاعات والتفسيرات والتأويلات، فهذا كل الأمر. مش أنا اللي بدي رشح سمير الخطيب، لا مش أنا برشح. أولا الدستور لازم، الدستور لما ترجع إلى الدستور إذا مش غلطان، كل اللي عم بنعمل لحد هلا مخالف للدستور. بده يصير في استشارات يتسمى سمير الخطيب، ساعتها بنسميه أو ما بنسميه، بس في أصول، في أصول على الأقل، في أصول. هل رح تشارك التقدم الاشتراكي بالحكومة المقبلة؟ الحزب كحزب كلا، لكن بنسمي
لانه معروف انه مع يعني حصتنا ستكون من خلال الدروس، بنسمي كفاءات درسيه، معطي لائحه وبيختارها بعدين يا سعد الحريري يا سامي الخطيب يا ما بعرف مين. ولذلك من بعد هذا القطاع اخر زياره كانت لما صالحتم مع الرئيس الحريري الرئيس بري، هل في مسعى من الرئيس بري ليصالحك مع الرئيس ميشيل عون وخصوصا هلا عشيه الساعه 7 نازل عند الرئيس عند الشيخ سعد الحريري. عم بعد بدنا نشوف اذا ما في حواجز زياده فكر فيها. راح تقلب على اذا ما في حواجز زياده عم بعد بفكر فيها، قال نازل هو الساعه 7 عند الرئيس الحريري، واذا ما في حواجز زياده على بعبدا بفكر فيها طلع على بعبدا يعني. وبعدين حكى عن انه تعيين الاكفاء من الدروز، وقال انه اراد تاكيد على العلاقه التاريخيه. يعني هون فينا نفهم انه في وساطه من قبل نبيه بري من اجل العوده لربما الامور الى مجاريها وتحسين شروط التفاوض على كل المستويات. تعيين الأكفاء، نحن نقدم لائحة أسماء على أن يتم الاختيار من بينها. حزب سياسي هو، حزب سياسي يعني هو خلص حسم الجدل هون. إذا عم نحكي بتكنوقراط مش هيك؟ لا، ما حسم الجدل، هو صرح بشكل مباشر أنه حكومة سياسية لن نشارك فيها وحكومة تكنو سياسية لن نشارك فيها. طب اليوم شو رجع عمل؟ ما بعرف يعني في إشارات، تلقى هذه الإشارات والجملات يبدو، وبلش يفوت على وقع المفاوضات. طيب، فيما يختص بموضوع تسمية أسماء من تقديم لائحة من الدروز لكي يتم الاختيار منها، هل يتم اختيار التكنوقراط من أشخاص سياسيين من أحزاب سياسية؟ وين المعيار؟ إذا أتى الرجل السياسي وقالت الأحزاب أنا لن أشارك في حكومة تكنوقراط سياسية، سوف أشارك في حكومة تكنوقراط بس أنا اللي بسمي التكنوقراط، يعني بطل التكنوقراط اصلا، بطل التكنوقراط. يعني برجع بقول لك تلقف انت، ما بدك تفوت بهذا الدباجه، بس انا بس من الواضح انه يبدو انه تلقف كل ما يحصل ودخل على الخط مع رئيس نبيه بري، ونحن بنعرف العلاقه بينه وبين رئيس نبيه بري. استاذنا الكريم، بس في عنا القوات اللبنانيه والاشتراكي اعلنوا رفض المشاركه في حكومه سياسيه مش هيك؟ وكمان المستقبل هيك بالمواربه. من الناحيه المنطقيه هذا الامر غير منطقي لأسباب عديدة، ولن يحصل ولا بالمنطق، خلينا لا يحصل أو لا يحصل، هذا الأمر غير منطقي لعدة أسباب. أول شيء الشعب شو نزل على الساحات؟ الشعب نزل على الساحات رفع شعار أن لا نريد أن يكون هناك فاسدين في هذه الحكومة. إذا أنت ما بدك تشارك في الحكومة معناته أنك تعتبر نفسك في عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنك تعتبر نفسك من ضمن المنظومة الفاسدة، ومن أجل هذا لا أريد أن أشارك في الحكومة. الاحتمال الثاني أنه هو غير قادر على تقديم حل، يعني هناك حل وأنا لن أشارك في الحكومة لأنني غير قادر على تقديم الحل، فإذا شو الدور لك؟ الاحتمال الثالث، عفوا سريعا بدنا نروح عند النائب. الاحتمال الثالث إحراج الفرقاء الآخرين، أنه أنا بدي أطلع خلي غيري يطلع، ساعتها ما فيك تسمي أنت الأشخاص ويختار منهم وزراء. والأمر الآخر، ما فيك تطالب بمطالب الشعب، تترك الأمر للشعب، فلندع الشعب هو من يقرر من هم الوزراء الذين يرتضيهم أن يكونوا ممثلين. خلينا كمان نقطعك ونروح لعند النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة. كل الوزارات والإدارات اللي راح نبتوا نهائيا ثلاثة المقبل بجلسة ساعة 10:30، حتكون جلسة الختامية، وراح يكون فيها كل المواد الجديدة والعالقة، وصار في اقتراحات اليوم كمان قدموها النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود. بدي أذكر على سبيل المثال موضوع الدفاع المدني. متطوعي الدفاع المدني بتعرفوا أنه صادر قانون من سنة 2014، هيدا القانون من وقتها بيستحدث الملاك، وبالتالي بيطلب أن يكون هنالك المساهمة برواتب وبمخصصات متطوعي الدفاع المدني، اللي منعرف كلنا قديش مهمتهم صعبة وقديش عم بيضحوا، وإلى اليوم الحقوق لا تزال تنتظر رصد ميزانية لألهم. منعرف ظروفنا المالية الصعبة،
وبنعرف انه سنة عن سنة هالموضوع عم يتأخر. لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية قبل نهاية البحث بهذه الموازنة يلي هي قبل الثلاثة انها تعطينا المبلغ الاجمالي المقدر لهذه المساهمة حتى تغطي نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وتبين لنا او على ذمة وزارة المال مالية انه هنالك 100 مليار بالاحتياط لاحتياط اللي بيتعلق بالدفاع المدني. طلبنا من الوزارتين داخلية ومالية يجونا بطرح وبتصور نهائي قبل الثلاثة حتى نبني على شيء مقتضى. كذلك الامر نحن مثل ما بتعرفوا رايحين بوفر، هذا الوفر اذا تم يعني اقراره يصل الى ما يتجاوز ال 400 مليار، وبدنا نحاول من خلال نقل او الوفر انه نأمن هذه المساهمة اذا قدرنا لمتطوعي الدفاع المدني. ما عم نعمل هلأ بهذا الكلام شعبوية ولا رايحين حتى نعطي كمان نعمل صدمة سلبية يعني من هلأ للثلاثة شو بيصير، لكن في إصرار من قبل الزملاء بلجنة المال والموازنة وحتى هنالك كان موافقة تامة وتأييد تام من وزيرة الداخلية على أن نتمكن من تأمين هذا الأمر برغم من كل الظروف الصعبة اللي نحن عم نمر فيها. بمواضيع تانية كمان إلى علاقة بالمحافظات، صار في أسئلة حول بعض البنود اللي إذا بدنا نشوف إذا كانت لليوم بعدها مطلوبة وبعدها مجدية ورح يصير في يعني إجابة عليها قبل نهار الثلاثة. بموضوع الجيش ووزارة الدفاع صار في عدة اقتراحات لتعديل بعض مواد القانون اللي واردة إن نسبة لتقسيط سنوات الخدمة أو عفوا تقسيط تعويض نهاية الخدمة. كمان كان في اقتراح من وزير الدفاع على أن يتم يعني عدم التقسيط للي بيطلع على السن القانوني. وكذلك الأمر صار في اقتراحات أخرى تتعلق بمواد أخرى إلى علاقة بالتطويع إلى علاقة بالمدرسة الحربية. طلبنا أن تأتينا خطيا قبل نهار الثلاثة لندرس انعكاساتها المالية ونشوف إذا بيتم اتخاذ قرار نهائي فيها بجلسة الثلاثة. مبارح بجلسة المساء كمان ذكرت أنه صار في إلغاء للعديد من الموازنات يلي بتتعلق مثلا بوزارة الدولة، صار في تعليق عفوا وإلغاء لبعض الموازنات الأخرى يلي إلها علاقة ببعض المجالس والمؤسسات. وستتم دعوة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نهار الثلاثة قبل الظهر قبل الجلسة الختامية ومؤسسة إيدال حتى كمان نستوضح بعض النواحي اللي إلها علاقة بموازناتهم وبمساهماتهم. نحن بكل اللي عم نعمله اليوم الهدف هو إبقاء مالية العامة تحت سقف القانون وضبط نفقات على مستوى عالي جدا، وبذات الوقت عم نتطلع للبنانيين بهذه المرحلة وخاصة الخدمات اللي في ضرورة كتير انها تتأمن حتى نأمن لها هذه الإمكانية من أماكن أخرى. حكينا اليوم بالمكننة، حكينا بالتعاون وشفنا انه وزارة الداخلية عم تقوم بخطوات كمان كبيرة بهالمجال، لكن هذا بحاجة لقرار على مستوى مركزي. بنتأمل من الحكومة الجديدة وبنطلب من الحكومة الجديدة إن شاء الله ما تتأخر بقى يكون في قرار مركزي بمكننة الإدارة بيوفر 40% علينا من كتير من الأعباء يلي اليوم عم بتكلف المواطن نتيجة هيدا الوضع اللي نحن فيه وتسهيل عملية خدمة هيدا المواطن. في عمليا جلسة بعد الظهر الساعة 5، هذه الجلسة رح تكون لدراسة موازنة وزارة الأشغال وبذات الوقت كمان من بعدها وزارة الاتصالات.
بكل هيدا الموضوع نحن نذهب إلى بركة إنهاء جلساتنا إن شاء الله 13 الشهر. إذا هذا تم بكون ساعتها عنا يوم أو يومين لصياغة التقرير النهائي لرفعه لرئيس المجلس ومنه إلى الهيئة العامة. إذا حدا إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، ومنتابع بالحديث السياسي كنا استمعنا كمان للنائب وليد جنبلاط. هلا حطينا شوي النقاط، أو هو حط النقاط على الحروف وأبشر لربما، ولكن كمان سؤال: كل ما نتقدم من الحل ويقال أنه نحن على أبواب هذا الحل منشوف الشارع السني يتحرك بالموازات، كمان كل ما قدمنا من الحل وقلنا تنقول سمير خطيب هو الحل منشوف الشارع الشيعي يطالب بسعد الحريري من جديد. شو عم نشوف؟ ليش هالشارعين عم بيكونوا اثنيناتهم عندهم طلب واحد وهو سعد الحريري؟ المطالب الناس اللي موجودة على الأرض هي مطالب عابرة للطوائف وعابرة للأحزاب. يعني مطالبة الناس بحل الوضع الاقتصادي ومشاكل الفقر والجوع هي مشاكل عابرة للطوائف وعابرة للأحزاب. للأسف عم نلاحظ حاليا أنه هناك مجموعات مصبوغة بصبغة طائفية أو حزبية معينة موجودة بالشارع. تيار المستقبل أصدر بيان مهم نفى فيه أنه يكون دعا إلى أي تحركات لقطع الشوارع أو لأي احتجاجات على الأرض، وكان حذر من أي إمكانية لقطع الطرقات وقال نحن منا فايتين بالخبرية. رغم هالشي منلاحظ أنه المناطق التي يوجد فيها تواجد لتيار المستقبل أو للشارع بين قوسين السني كانوا الناس موجودين على الأرض، والكاميرات بتعرف تصور وجوه الأشخاص لنعرف إلى من ينتمون. إذا كانوا خارج حزب أو تيار المستقبل هذا شيء منيح، فإذا عليه ضبط هذا الشارع لكي لا يؤدي إلى مزيد من الأزمات. لأنه المشكلة الموجودة حاليا بالبلد شو هي؟ عندنا مشكلة بطالة متفشية، وعندنا إذا استمر الوضع الاقتصادي مثل ما هو حاليا في عندنا 150 ألف وظيفة جديدة سوف يتم فقدانها من لبنان. يعني في عندنا 150 ألف عاطل عن العمل. طيب كيف الدورة اللي عم تصير؟ أول شيء بينزلوا الناس على الشارع، يتم تسكير الطرقات يتم من جراء تسكير المؤسسات، يتم من جراء صرف موظفين، يتم صرف موظفين وعاملين بينزلوا على الشارع، بيرجع بيسكروا طرقات، بيرجع بيؤدي الى تسكير مؤسسات، بيرجع الى فقدان مزيد من الوظائف. يعني دورة كلها بأمة وبياع عم بتتم عرقلتها. دورة مميتة، دورة اقتصادية ميتة، دورة خانقة للاقتصاد الوطني، عدم وجود قطاعات انتاجية، عدم وجود متنفس لهذا المواطن اللبناني الذي فقد وظيفته، الذي فقد استقراره، الذي فقد أمنه الغذائي وأمنه الصحي وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، على أمل أن لا يفقد أمنه الأمني، ألا يفقد استقراره الأمني. هذا يلي يراد من يلي عم بيصير بالشارع اليوم، أنه لطالما كان يتغنى الرئيس عون أنه بعهده بثلاث سنين يلي قطعت كان في هناك استقرار أمني، ويتغنى بهذا الاستقرار انه كان في استقرار على كل مستويات بهذه النقطه. هل يراد اليوم زعزعه الاستقرار الامني للوصول الى نتائج في السياسه؟ ما لم يستطع العدو تحقيقه في حربين متتاليتين لن يستطيع تحقيقه في الاقتصاد. والرئيس عون اكد ايضا ان لن تتم حرب اهليه في عهده، وكلنا ثقه بهذا الوعد، وكلنا ثقة بالحلف السياسي الموجود. يعني هناك أشخاص بلبنان هيك معتبرين لبنان يمكن شيء مسرحية، شيء لعبة، خلينا نلعب ونتسلى، وساعة منركب موجة الحراك، ساعة منستغل مطالب الناس، ساعة شفنا نفس الشارع ضد المقاومة نحكي فيه، ساعة شفنا إيحاءات خارجية، ساعة منرجع مطالب بالتمثيل لنا بالحكومة وحدة منا. والنتيجة شو هي؟ نتيجة مزيد من الفقر، مزيد من الجوع، مزيد من المآسي الاجتماعية والاقتصادية. ولكن رغما عن ذلك هناك شعب حي، هناك شعب يرفض مشاريع القسمة والتقسيم والفتنة والفتنويين، وهناك حلف سياسي استراتيجي أساسي نحن من ضمنه هو حلف العهد والمقاومة، وإضافة إلى له دور الجيش اللبناني الذي كلنا ثقة أنه رح يحمي الوطن ويحمي المواطن. ونتأمل أن يكون ما يحدث حاليا هو المخاض لولادة لبنان الثالث ما بعد الثورة الشعبية المحقة في مطالبها الاقتصادية والاجتماعية. طبعا. طب هلأ خبرني عن الشارع الشيعي، ليش اليوم حزب الله يريد عودة سعد الحريري إلى هذه الحكومة؟ شو بيقدم له سعد الحريري؟ شيء مش ممكن يقدم له إياه سمير الخطيب، مش ممكن يقدم له إياه محمد الصفدي وحتى بهيش طبارة. ليش الشارع الشيعي يريد تسمية الحريري؟ ببساطة لأنه لا يريد يمكن فتنة سنية شيعية في لبنان، وبوادر هذه الفتنة الطائفية والمذهبية موجودة في الدول العربية الأخرى، ويمكن أن لا يريد من حرصا على لبنان.
يمكن لا يريد مثل هذه الأزمة في لبنان. بس بيعمل عملية تزاوج هو بغنى عنا بهاللحظة. يعني خلصنا غنج يمكن. يعني خلص يعني زلمة يمكن هو عم يقول ما بده يعني. ما بده شو غصبا عنه يعني. طب هو الواضح انه في ناس بدهم اياه غصبا عنه يعني، وعلى راسهم حزب الله ونبيه بري. تقاذف المسؤوليات وكل من يرمي كره النار على الاخر فيما يتعلق بالمرشحين الى مقعد رئاسه الحكومه هو امر يؤدي الى مزيد من المشاكل في هذا البلد. اذا كنت رجل دوله ورجل تحافظ على مصالح الناس، يجب ان تقف على سده المسؤوليه وتقول انا هنا لاجل حل المشكله التي كانت سياساتنا هي جزء منها، مش هيك؟ والا خلاص خلي غيري، انا اللي سببت، كنت جزء من تسبيب مشكله معينه وخلي غيري يحلها. واضحه الامور يعني. الدلع الزياده بهالموضوع والغنج الزياده بهالموضوع لا يؤدي الى اي نتيجه من اي مرشح الى موقع رئاسه الوزراء من اي بس مرشح. بس خلينا نحكي شغله، هي ما عادت خبريه دلع مرشح، هي صارت خبريه فرض مرشح. يعني هذا المرشح يتدلع وفي طرف اخر بيتلقف هذا الدلع وبيجي بيقول له انا بدي اياك رغم دلعك. استاذنا الكريم، إذا تشكلت حكومة بعد ما بعدنا بأسماء لتشكيل الحكومة، إذا حضنا أنه هناك شارع نزل على الطرقات وصار في تسكير طرقات، طب إذا إجا رئيس حكومة فعلا خليني أجرب أول شيء في استشارات نيابية ملزمة فلتطرح الأسماء، وإذا مش الأسم فليكن بعد ما وصلنا له فلنشوف، خلينا نشوف مين بده يصوت إلى جانب هالتسمية ومين بده يصوت ضده، مش هيك؟ أنت سلبي. بس قبل أن نصل، لا مش سلبي بالعكس. يعني البعض يقول اليوم الأجواء شوية أكثر إيجابية وأنه سمير خطيب بلش شوي شوي يتقدم، أنت عم تربط الأمور بالشارع السني، بشارع تيار المستقبل، بتقول أنه شارع تيار المستقبل اليوم هو مثل يعني بارامتر تنشوف شو الوضع. طيب نحن بهمنا تتشكل حكومة ولا بهمنا حكومة تأتي بالحلول؟ الحكومة بكل صراحة مين ما كان رئيس الحكومة، الحكومة تحسن النفسية في الشارع ولكنها لا تحل الأزمة. نحن بدنا حكومة ودولة توحي بالثقة. أنا شو بدي، ما بيهمني شكل الحكومة، مين رئيس الحكومة بكل صراحة. أنا عم بحكي بلسان المواطن اللبناني وباسم الثوار الموجودين في الشارع، الثوار الحقيقيين يلي حملوا مطالب أساسية. هودي الثوار شو بدهم؟ بدنا حكومة ودولة توحي بالثقة، بدنا استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وهون في نكتة، لبناني عم يسأل لبناني خلو شو وضعك بهالوضع، خلو والله وضعي مثل الليرة طلع نازل نحن طيب. شو بدنا استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بدنا عدم صرف العمال من العمل، بدنا زيادة فرص العمل، بدنا ألا يكون بلدنا منفى للمواطن اللبناني وأن يكون ملجأ للإخوة النازحين مع محبتنا لهم جميعا. بدنا وقف تدني القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، بدنا المواطن اللبناني ما ينضل على أبواب المستشفيات وعلى أبواب المدارس وعلى أبواب الجامعات وعلى أبواب الدكاكين الحزبية والزعامات الحزبية. بدنا كهرباء ومي وبيئة نظيفة، وبدنا ناس ما تساهم بزيادة المشاكل الموجودة بلبنان. بدنا أمن صحي، وبدنا أمن اجتماعي، وبدنا ضمان شيخوخة، وبدنا المواطن مش بس يبلغ سن التقاعد وتقول له مت قاعد، مت وأنت قاعد، وهو فيه يشتغل بس الدولة عم تشتغل فيه. بدنا مسؤول يكون مسؤول عن مشاكل عن حلول للناس وليس مسؤول عن مشاكل الناس. بدنا النواب في هذه الأمة أن يكونوا ممثلين للناس وليس أن يكونوا نوائب هذه الأمة ومصائبها. نحن هيدا اللي بدنا إياه، شو بدنا أكتر من هيك؟ بدي رئيس حكومة باسم فلاني ولا بشكل فلاني ولا بيرضى عنه فلان ولا بيرضى عنه علتان؟ لا بس كمان هولي كلهم أن يكون في محور تصدي للعدو الخارجي، العدو الصهيوني. أنا معك. كانت قبل معلش كانت العدو الصهيوني يعتبر أنه يمكنه أن يحتل لبنان بفرقة موسيقية، وأتت المقاومة وقالت أن قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه ومقاومته، مش هيك في المعادلة الذهبية؟ أصبح باستطاعتنا أن نستخرج النفط من لبنان، أصبح بيدنا سلاح ردع وتوازن قوى على الأرض. ما بدهم إياها كرمال شو بتخدم مشاريعهم؟ طب اسمح لي بكل ليستة المطالب يلي بدنا 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 بدنا، وهي مطالب محقة للشعب اللبناني، بس كمان مش كل مين اجى على رأس هذه الحكومة او مش كيف ما تشكلت هذه الحكومة قادرة انها تمشي وتقلع. نحن الحكومات اللي كانت موجودة قبل ما قدرت تمشي وتقلع مثل ما لازم. اليوم اذا جبنا شخص اضعف لربما من سعد الحريري قادرين نمشي ونقلع كمان، ما هي ورقة رابحة. صحيح، اكيد نحن بدنا حلول، بدنا بدنا بدنا، بس كمان ما بدنا انه مواطن يقوم بقتل نفسه لانه ما معه 1000 ليره يعطيها لبنته لحتى تشتري فيها منقوشة زعتر، مش هيك؟ وما بدنا مواطن تعرض كلوتها للبيع بسعر مغري. اذا بيجيني مين ما كان الشخص، انتبه،
أن يكون وطني لبناني صميم، يعرف من هو العدو ومن هو الحليف ومن هو الصديق، ويقول أنا أتيت لكي أقدم حل اقتصادي اجتماعي لهذا الشعب بغض النظر عن التسمية نحن معه بهالبساطة. طب وانتم المشاركة أبصر. يعني المشاركة وليد جملاط قال هو بقدم ليستا ومن هذه الليستا في أسامي كفوءة نعم. بيتم الانتقاء منها، انتم كحزب ديمقراطي مشاركتكم على أي شكل رح تكون بهذه الحكومة؟ الحزب الديمقراطي اللبناني وعطوفة الأمير طلال أرسلان أكبر من أي موقع سواء كان نيابي أو موقع وزاري. كل حل يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي فيها الوطن نحن معها، ولا نبحث عن مكسب سياسي أكثر من أن نبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فيها الناس. عند الوصول إلى صيغة معينة، عند الوصول إلى صيغة أساسية، نحن ممثلين حتما وحكما بحكم موقع هذا البيت، بحكم موقع هذه العتبة والقامة السياسية والتاريخية التي يمثلها هذا البيت بغض النظر عن المكسب السياسي. أنا بفهم فعلا أنه اليوم نحن بعدنا بالقشور، يعني بعدنا صحيح. بقشور الاسم، بس نحن واصلين على مرحلة جديدة اللي هي من بعدها مرحلة التأليف، ومرحلة التأليف السابقة وقفت مراحل كثيرة على اسم وزير، اثنين اشتراكي، واحد رسليني، واحد ما بعرف شو، يعني بعدنا بالأول. الانتخابات النيابية الأخيرة أدت إلى تغيير في ستاتيكو السياسي الموجود في لبنان. يعني واحدة من الإنجازات الموجودة في العهد، واحدة من الإنجازات الموجودة في التركيبة السياسية اللبنانية الموجودة حاليا أو التي كانت موجودة، أن وصلنا إلى قانون انتخابي على أساس نسبة، وهذا فتح مهم موجود في لبنان. يعني معاش اللي عنده 50.1% يحتكر التمثيل ويحتكر جميع المقاعد. هذه الانتخابات أفرزت كتل نيابية، والحزب الديمقراطي، رئيس الحزب الديمقراطي هو رئيس كتلة نيابية، ويجب الرجوع إلى نتائج الانتخابات والنتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات على أساسها. إذا كان خلينا نحكي نرجع بشكل الحكومة، إذا كان هناك شكل للتمثيل على أساس نتائج الانتخابات النيابية، ما بدنا نجيب بالنهاية وزراء من المريخ. يعني والشعب اللبناني بطبيعته هو شعب مسيس، هو شعب مسيس، نزلوا الناس على الشارع خارج إطار التسييس وخارج الإطار الحزبي والطائفي الضيق. بس خلينا نعمل انتخابات نيابية جديدة على أساس أي قانون؟ لا اسمح لي، ما احنا رجعوا كمان بالفترة الأخيرة من بعد كل المسار رجعوا إلى القوقعة الحزبية والطائفية وإلى ما هناك، رغم كل ما يقولونه. طيب. هو حلو المشهد الوطني، حلو أنه نكون كلنا، بس نحن من زمان كلنا واحد وكلنا خبرية الإسلامي والمسلم والمسيحي وإلى ما هناك ومد اليد، بس رجعنا بمكان لهذه القوقعة يلي متجذرة فينا. هي مش الخبرية خبرية يوم ويومين تنوصل للحلول لنشيل الطائفية منها. نتمنى أن نصل إلى دولة مدنية، نتمنى، هيدا حلم، هيدا حلم بكل صراحة، نتوصل إلى دولة مدنية، أن يكون فعلا كافة اللبنانيين متساوون في الحقوق والواجبات، هيدا حلم. بس نحن كلبنانيين متساوون في الحقوق، متساوون عفوا في الواجبات، بس غير متساوين في الحقوق. ما كد متساوين بالواجبات؟ إلا بعض هودي المزارع الطائفية والزعامات المعينة. البعض يروح أبعد، بيروح أبعد من المزارع الطائفية، بيحكي عنده ويلات. يعني في ناس بتقلك أنا بدفع فاتورة كهرباء، غيري ما بيدفع فاتورة كهرباء، ليه؟ فيما يختص حتى بالنسبة لأزمة المصطلحات، في بعض الأشخاص يراد كلام حق يراد منه باطل، يعني استعملوا منطق دولي ودويلي وتعبير من هالنوع. لا، لازم كل المواطنين يدفعوا الكهرباء ويدفعوا الماء، بس كمان لازم الدولة أن تقدم لهؤلاء المواطنين خدمات. يعني عم تقدم ضرائب، بس أن تقوم الدولة بالمقابل أن تحمي هؤلاء المواطنين وتقدم لهم خدمات. طب إذا المواطن دائما يدفع ويدفع ويدفع ويدفع، ثم تأتي الدولة ولا تعطيه شيء إلا أنه بترجع تدفعه إلى المزيد من المشاكل والمزيد من حركة الهجرة والمزيد من البطالة. ده أغبياء السياسيين اللبنانيين أو الطبقة الحاكمة أو الطغمة الحاكمة الموجودة في لبنان. هيدا مثل أفقرت الشعب وما خلت يضل في بجيبته مصاري لحتى يضلوا يغديها. هيدا مثل خبرية أنه نحن بدنا نكافح الفساد، نحن الأموال ما لازم تطلع من لبنان، في قرارات صدرت بهذا الإطار، ومنشوف في أموال كمان بمبالغ كبيرة تخرج من لبنان تتوقف بسويسرا وتعود إلى بيروت، أو تأتي من الإمارات إلى سويسرا تعود إلى الإمارات. فيه بروسيجر عم بتصير بمحاولات مستمرة من هذا الطاقم السياسي. كمان بغض النظر عن تسميات وبغض النظر عن مدى صحة أو عدم صحة الخبر، خلينا نفترض أن هناك سياسي لبناني حاول أن يخرج 350 مليون دولار إلى خارج لبنان. لنفترض أن أحد السياسيين، من دون ما نحدد من هو هالسياسي، أحد هالسياسيين الموجودين، طب هو 350 مليون دولار الذين اللي كانوا بالمصارف اللبنانية بتعرف شو يعني؟
شو يعني؟ 350 مليون دولار، الفائدة السنوية تبعهم هي 60 مليون دولار. تعرف شو يعني؟ يعني 10 مليارات ليرة شهرياً، 10 مليارات دولار شهرياً. تعرف شو يعني؟ يعني عندك 6 ملايين دولار كل شهر يقبضهم هذا السياسي اللبناني، وهو حاطط أجر على أجر. هو قطع، هذا شو يعادل؟ يعادل 6 مرات جائزة اللوتو. بس هذا السياسي بدل ما يقطع جائزة اللوتو حط مصرياته بالبنك وقطع أرزاق اللبنانيين ببساطة. هيك هي الخبرية. يعني بسطت الخبرية لأكثر درجات التبسيط حول هذا السياسة. مجرمين يحكمون الناس ويتحكمون بمصارح الناس ويقولون أنا ربكم الأعلى، بعد ناقص أنا ربكم الأعلى فاعبدوني. بس دكتور، هولي السياسيين أو هولي ما بعرف رسماته المجرمين، هولي جايين من قاعدة انتخابية شعبية وازنة وبعدها موجودة لليوم. يعني مثل كأنه عم بتقول لهالناس أنتوا عم تروحوا وتصوتوا لمجرم وبيقطع بأجزائكم، عم ترجعوا تعيدوا الكرة كل مرة وتصوتوا له. هذه أهمية الحراك الصحيح. نحن نعول على وعي الناس، نعول على الناس اللي نزلت على الساحات طالب بإسقاط الفاسدين، بالقضاء على المزارع الطائفية وعلى مزارع الزعامات يلي بنت زعاماتها ومصرياتها وأموالها من جيوب الفقراء اللي اعتبروها جيوب سهلة. إن شاء الله المواطن يصير يعتبر حاله في هذه الدولة هو اسم وليس رقم على عداد السياسي. يلا عنا بهذه الدائرة بلش يعتبر حاله هيك أو بعدك بتشوف أنه الأمور على حاله؟ لا، بلش يعتبر حاله هيك، بلش يعتبر حاله المواطن اللبناني. كيف استشفيته هذا الأمر؟ هناك حالة غير مسبوقة موجودة في لبنان حاليا. يعني أول مرة شأنا أم أبينا بينزل الشعب بإطار خارج الإطار الطائفي وخارج الإطار الحزبي. شأنا أم أبينا هناك حالة لا يمكن لأحد أن يغفلها. بس هذه الحالة في حال أجت انتخابات نيابية جديدة وأتت بنفس هؤلاء الرؤوس المدمرة، عليكم السلام. ساعتها كان يا مكان كان في بلد اسمه لبنان. بس اسمح لي، معقولة تجي الانتخابات النيابية وما يكون في من هذه الرؤوس المدمرة؟ يعني انه الرؤوس المدبرة والمدمرة، هلا انا عملت لبسوس بس هي ذاتها مدبرة ومدمرة. بس انه معقولة يعني يجي نهار بالجبل ما نشوف هذه الرؤوس الكبيرة بالمناطق الاخرى كمان انه في مشكلة؟ ساعتها انا بحسها مشكلة. كل حدا له حيثيته. إذا كان الشعب يتقبل هؤلاء الأشخاص ما عندنا مشكلة، يتقبلون الشعب، خلي الشعب لكان يتحمل نتيجة خياراته السياسية. وإذا أتى الشعب وقال أنا لا أتقبل هذه الخيارات، أو على الأقل أن يكون هناك آلية محاسبة لهؤلاء الأشخاص، كمان ما عندنا مشكلة. يعني هناك حيثيات، هناك عائلات تاريخية، ما فينا ننكر هذا الأمر. أكيد هناك يعني هذا اللي أنا عم بسأل عنه، إنه هذه العائلات التاريخية. أنا بستغرب يجي نهار قانون الانتخاب شو ما كان يفرز ذهاب أو أفول لهذه العائلات. ما المشكلة المجلس النواب الموجود هو اللي عم يفرز قانون الانتخاب، وهو ما في حدا يحكم على نفسه بالزوال. هلا جماعة الحراك عم بيطالبوا بحكومة عندها صلاحيات استثنائية، بما يعني إنه تقدر تعمل قانون انتخاب جديد. شو رأيك بهذا الطرح؟ تأتي بحلول سياسية وهي مكونة من خارج السياسيين. أنا ما بفهم ولا أنا. بس بكل أحوال هذا طرح إنه بدهن حكومة تكنوقراط. رجعنا على الجدل البيزنطي اللي كنت عم تحكي عنه. إن شاء الله نبطل طرح ونبلش جمع، نبلش نجمع هاللبنانيين على وحدة الوطن وعلى وحدة مصلحة الوطن ومصلحة المواطن، بدل ما كل ما يجينا شخص يستغل مطالب الناس ويركب الموجة للوصول إلى أهدافه هو اللي عم بتأدي إلى مزيد من المشاكل الموجودة عند الناس. برأيك ليش نحن اليوم شدنا بالأيام الماضية، خلينا نقول على القليلة تنين واليوم ثلاثة، في تراجع على حركة الشارع؟ يعني حركة الشارع كانت زاخمة أكثر، في انكفاء، تراجع على حركة الشارع، بمقابل في الشارع يلي بعده على الأرض بسكر طرقات وفقا للمصالح السياسية وإلى ما هنالك. بس الشارع الآخر وينه؟ هل حس هذا الشارع أنه اليوم في دورة اقتصادية بدها تستمر، وأنه الثورة هي فكر، والثورة هي تطلع لبكرة واستراتيجية جديدة ما بتخلي العالم يدفعوا ثمن من يومياتهم من أرزاقهم؟ الثورة هي قرار، الثورة هي شعور عند الثائر بأنه هو يريد أن يحقق شيء بسبب وجود واقع سيء، مش هيك؟ هذا الشيء الموجود عندنا. لاحظنا، نظرنا إلى الفعل ونظرنا إلى النتيجة، طموحات موجودة، ثورة موجودة، هي ثورة ألم
تحولت إلى أمل، على أمل أن لا يتحول هذا الألم إلى مزيد من الألم للمواطن اللبناني. مش هيك؟ لأنه نحن عم نعاني بلبنان. مش هيك يمكن بلشوا يحسوا أنه لابد من إعادة فرملة الأمور أو وضع استراتيجية جديدة للتحركات؟ بالعكس، الناس يروحوا على المؤسسات الفاسدة، على بيوت السياسيين الفاسدين، خلي الناس تضل تحكي بالمطالب المحقة. مش ضروري تجمع ناس بالشارع، لأنه المنطق الرقمي، أنا ضد المنطق الرقمي. نحن المواطن اللبناني هو اسم فاعل متفاعل يفعل في هذا الوطن اللبناني ويؤدي إلى نتائج أساسية ونتائج إيجابية في هذا المجتمع. أما نحن ينزلوا على الشارع بيصيروا الوسائل الإعلام الأجنبية عدوان على الكاونتر، يلا شغلنا العداد، هيدي جبنا 100,000 وهون 50,000 وهون مليون وهون 50. لا، وسائل الإعلام الأجنبية ما بتعمل هيك. وسائل الإعلام الأجنبية بتشوف أنه أنت عندك هذا العدد الكبير، بتعتبر أنه هذا كل لبنان موجود في هذه الساحة بالتحديد. الأكثرية الصامتة الموجودة في بيوتها والتي تعاني هي الأكثرية التي يجب أن ينظر إليها كل من هو على كرسي مسؤولية. هيدي الأكثرية يلي موجودة في لبنان، لأنه الأزمة الاقتصادية موجودة على الكل، مش موجودة على السياسيين. يعني سعر الأزمة السياسية على الاقتصادي شوية، تيكت سفر إله ولو بلاده وبيروح وباي باي لبنان. أما على المواطن شو هي؟ إذا وقعنا بأزمة أمنية بيروح ابنه وبيروح هو وبتروح حالته، بتروح مدخراته، بيروح شغله، بتروح وظيفته، بيروح أمنه، بتروح صحته. أما على السياسي شو حجمه؟ والسياسي من يفتح على هذه الأزمات؟ بيع الوطن. عم بيعوا للوطن بأي ثمن؟ بثمن عبى جيوبهم وأفرغت جيوب الفقراء والمواطنين. هيدا ثمن بالنسبة لهم غنى، بس بالنسبة للواقع وبالنسبة للمنطق وبالنسبة للكفن ما قالوا جيوب، والإنسان ما بياخد معه إلا عمله. يمكن نسوا هالشي. وبالشق السياسي بأي ثمن؟ شو الثمن يلي عم بيقبضوه هن وعم بيبيعوا الوطن؟ هني يصطفلوا، بس فيما يختص بالشق السياسي، وعي المواطن اللبناني لن يدعوا ينجرف إلى مشاريع تقسيمية، لن يدعوا ينجرف إلى مشاريع فتنوية، لن يدعوا ينجرف إلى أن يكون أداة بيد الأجنبي لمحاربة خيو لبنان. هلا نحن تخطينا كتير بهذا، بهول 46-47، تخطينا كتير مطبات تتعلق بالفتنة، تتعلق طبعا بفتح أبواب الحرب الأهلية. هدأت الأمور شوية. أنت حضرتك برأيك الخارج وين من ما يجري اليوم؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية مبارح وبخطوة ما كانت متوقعة، وقيل أن خطوة صامتة، أفرجت عن 105 مليون دولار للجيش اللبناني بعد ما كانت أوقفتهم عن الجيش مع بداية أحداث تشرين. الخارج اليوم وين من كل ما يجري؟ هل الآن الخارج جديا وبدأ يرسل برسائل أنه انهيار لبنان لا يصب في مصلحة أحد؟ يمكن الخارج بيعتبر أنه انهيار لبنان لا يصب في مصلحته له، لأنه في عنا شأن أم أبينا، في عنا 1.5 مليون لاجئ فلسطيني سوري موجود في لبنان. فإذا صار هناك أزمة أمنية موجودة في لبنان، رح يصير في هجمة كبيرة على أوروبا وعلى دول الغرب. الغرب لا يحافظ إلا على مصالحه الشخصية. إذا تقاطعت مع المصالح اللبنانية كتير منيح. أنا بعرف أنه الولايات المتحدة، حسب معلوماتنا، أنه الولايات المتحدة لا ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية مثلا، معلومة. أنا بعرف كمان أنه رئيس الحريري استقال بعد يومين من زيارة سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد له. يعني في تناقض. السفيرة الولايات المتحدة حسب ما سمعنا أنه كان هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بحاكمية مصر في لبنان، فيما يتعلق بقيادة الجيش، وفيما يتعلق أيضا بأنه بدأ حكومة اختصاصيين. شو عم نشوف على الأرض؟ بس هو بهذا الموضوع، اسمح لي، بموضوع مهم بس بموضوع السفيرة الأمريكية، يعني يقال أنه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبشأن لبناني في رأيين. في رأي بيقلك أنه نحن فلنحرق لبنان، وفي رأي بيقلك فلنتريث لأنه ما إلنا حق نعمل هذا الشيء، أو هذا الشيء قد يؤدي إلى فوعة من حزب الله والقوي يغلب الضعيف. يعني انطلاقا من هون يأتي هذا الانقسام اللي موجود بين السفيرة الأمريكية، بين جيفري فيلتمان، بين بومبيو، بين كل هؤلاء الأشخاص اللي شأن اللبناني يعني لهم. أهمية سلاح المقاومة مش بس الداخل اللبناني، الخوف من تداعيات استعمال هذا السلاح فيما يتعلق بالعدو الصهيوني.
يعني إذا افتعلوا أزمة بلبنان هل سوف تبقى تل أبيب بمأمن من نيران المقاومة؟ لا، بس إن الخايفين أكثر إنه المقاومة ترجع وتعيد كرة أيار بشكل آخر وبالتالي تستعمل سلاحها داخل لبنان، وهذا خوف مش موجود مش بس عند الخارج، في بعض من اللبنانيين يخافون هذا الأمر. كلنا أمل على حرص المقاومة على استعمال هذا السلاح لمصلحة لبنان ولمصلحة الكيان اللبناني، وخليهم يخيطوا بغير هالمسلة يلي عم يحكوا هذا الكلام. هذا السلاح سمح باستخراج النفط، سمح بوجود توازن رعب. الولايات المتحدة لا يمكنها إشعال الشارع اللبناني، لأنه بتعرف أنه القرى والمناطق الموجودة في فلسطين المحتلة سوف تكون تحت نيران المقاومة، وهيدي معادلة ردع، هيدي معادلة أساسية. خليهم ينتبهوا للأشخاص يلي هن ارتضوا أن يكونوا عملاء للخارج، ما بدي استعمل علماء، ادوات للخارج، خلينا نستعمل ادوات. بشعة كلمة عملاء، بتجرح لي اليوم. تنكون صريحين، صار كلمة عميل، كل ما حدا عنده مشكلة مع التاني بيقول له انت عميل، شيل الصهاينة، شيل الإيرانية، شيل السعودية، يعني هيدي كلمة كبيرة عم نستعملها. لكن الحال بوقت نحن عم نتلهى بأزمتنا الداخلية وعم بيصير كل شيء عم بيصير بإسرائيل، يعني حق فلسطين المحتلة. طيب بفلسطين المحتلة، نعم. رح امشي معك اللي هيك بين مزوجين نعم إسرائيل بكيان الإسرائيلي، يعني هيدي بال 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 ما ب... بالدم يعني إيه. أنا هلا ما بدي فوت بنقاش بهذا الموضوع، خلينا أنا أستعمل العدو. طيب بفلسطين المحتلة عم بلش عملية استخراج الغاز وإلى ما هنالك بحق اللوثيان، ما بدنا ننسى هيدي النقطة. هيدا شيء خطر جدا عم بيصير اليوم، أنه بنهاية 2019 بيكون إسرائيل بلشت تمد مصر والأردن بالغاز، بوقت نحن بعدنا عم نتلهى بجنس الملائكة، وبعدنا ناطرين شركة المسؤولة شركة توتال تتوصل على لبنان، وبعدنا مش عارفين إذا رح يسمحوا لها تشتغل أو لا. رجعتني على جنس الملائكة. طبعا بنرجع بنحكي بالنسبة لموضوع العدو الصهيوني وبالنسبة للي يحدث في فلسطين المحتلة. عن جد نحن سياسيين بلبنان مشغولين بجنس الملائكة، هل هو تكنوقراط أو هو تكنوسياسي؟ مش هيك؟ وبعدنا مشغولين بحجم إبليس. نحن بدنا اللي بيهمنا الواقع، اللي بيهمنا نحن بلبنان، بيهمنا انه يكون هناك وزراء لبنانيين من جنس الملائكة، وما بيهمنا شو ما كان جنسهم، ان يكونوا يقومون بدور الملائكة شو ما كان جنسهم. وبيهمنا نروح على القمر مثل ما قال الرئيس عون. نعم، شكلنا بدنا نطلع على القمر نفتش عليهم مثل ما قال الرئيس عون. وبيهمنا ما يكون في بالحكومة أبالسي شو ما كان حجمهم. أما فيما يختص بهذا الموضوع، حقول النفط الموجودة وحقول الغاز عفواً الموجودة في لبنان، حقل الغاز، إذا اعتبرنا هذه الطاولة هي عبارة عن حقل غاز، أنت لك حصة وأنا لي حصة. حقل الغاز هو غاز سائل، أنت فيك إذا بلشت تسحب من عندك ما بيطال شيء عندي، ما نرمل أو تراب أو قطعة أرض، أنت لك هذا النص وأنا لي هذا النص. إذا بدأت باستخراج الغاز من ميلتك ما بيضل شيء عندي. طيب بس في منطقه متنازع عليها بهذا الموضوع، البلوك 9 متنازع عليه، وهذا الشيء مش اخذته اسرائيل بعين الاعتبار اصلا. على الاقل صار فينا نستخرج الغاز من لبنان، على الاقل في ناس عم تطالب، رجال دوله ورجال سياسي ونساء دوله موجودين في لبنان يقولون انه لبنان هو بلد نفطي، ونحن خلينا نبلش نستخرج الغاز. وهناك مقاومه تقول انه اليد التي سوف تقطع على سوف تمتد على مقدرات لبنان الاقتصاديه والنفطيه سوف تقطع. طب هذا شيء كثير مهم يعول عليه. انا اللي عم بلفت له هو انه هذا الغاز سيذهب باتجاه مصر وباتجاه الاردن، رغم انه كنا شفنا توتر للعلاقه بين الاردن و فلسطين المحتلة، ما بعرف شو بدك تسميها، أو الكيان الصهيوني. نعم. يعني هذا شيء لافت بهذا الوقت بالتحديد، بوقت نحن كان فينا نستفيد ونكون نحن اللي عم نرسل الغاز إلى مصر وإلى الأردن. خلال 15 يوم بدها تبلش أول تنقيب عن 15 كانوا الأول بالمبدأ. 15 كانوا الأول، هذا إنجاز مهم ويبنى عليه وإنجاز أساسي نتمنى أن تسمح فيه السياسة. السياسة الداخلية أو الخارجية؟ السياسة الداخلية، وأن يسمح فيه اللي ارتضوا أن يكونوا أدوات للخارج في السياسة الداخلية. يعني عم ندفع ثمن اليوم برأيك؟ يعني احنا اليوم عم ندفع ثمن أنه نحن رايحين باتجاه عملية الحفر ومن بعد التنقيب وكل هذه الأمور؟ كل الأزمات اللي صارت بالدول العربية بالوقت الحالي مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع على النفط والغاز، مش بس بالدول العربية، يعني شوف بفنزويلا، شوف ب مثلا فنزويلا دولة نفطية، هل نحن نرضى بلبنان أن نكون النموذج الفنزويلي؟ دولة من الدول النفطية والوضع الاقتصادي سيء إلى درجة بس ليه وصلت هائلة. بس اسمح لي، ليش وصلت أمور؟ لأنه فنزويلا تحدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ استلام الحكم
وصار يلي صار، يعني عم نشوف هذا التحدي يوصل لهالنتيجة. نحن إذا بدنا نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، البعض يخاف من إنه تكون النتيجة هي إنه نحن نكون دولة نفطية بس ما عنا إمكانية إنه نقوم بالعمليات اللازمة أو نصدر هذا النفط. طب هذا دليل على إنه الولايات المتحدة دورها هدام في هذه الدول، هذا دليل واحدة من الأشياء. الأمر الثاني، نحن لا نرضى أن نكون أدوات أحد ولسنا بخلاف معه، بس على الأقل نحن عندنا ثروة نفطية وثروة من الغاز وثروات ومقدرات طبيعية الغير ما له خص فيها، الغير ممنوع أن يقوم بتدويلها، أن يطالب بحصته النفطية فيها بكل بساطة. بعدني عم بحكي أنه الولايات المتحدة لا ترفض وجود ممثل أو وزير لحزب الله في الحكومة اللبنانية. هل هي دورة منو هدام؟ بس نحن كمان ما في، يعني نحن عنا استراتيجيتنا بالعمل. دورة منو هدام في أشياء، في أمور معينة يعني، بس تدعم العدو الإسرائيلي. لا، عندما تدعم العدو الصهيوني في مكان من الأماكن دورة هدام، بس تمنع 425 بوقت من الأوقات دورة هدام، بس تساهم في القضاء على الدول العربية وتساهم في النشاطات التي تزعزع كيانات الأنظمة السياسية. بس بكل أحوال نحن اليوم نحن بكل أحوال نحن اليوم في الدور الإيجابي نحن مع في الدور الهدام. نحن اليوم بلبنان معروف وضعنا شو، وبالتالي نحن ما فينا نروح أصلا لعداء أي من الدول. لا يمكن الذهاب لعداء أمريكا، ولا يمكن الذهاب لعداء روسيا، ولا حتى إيران، ولا حتى السعودية. يعني موقعنا كلبنانيين منه موقع هين، ولكن بنفس الوقت نحن مجبورين نلتزم بهذه الأمور اللي عم نعيشها اللي فرضت علينا، وإلا منروح بالمغليطة مثل ما بيقولوا. مش مطلوب العداء مع أحد أكيد، بس إثناء العدو الصهيوني. لا، هلأ هيدا خط، هاي خط أحمر، هيدا غير موضوع. مش مطلوب العداء مع حدا، بس كل حدا هو عداء، عادة مصالح اللبنانيين هو عدونا. كل من يقول قوة لبنان في ضعفه هو مخطئ. لا بس هلا هي كل من يقوم بس اسمح لي، هلا قوة لبنان صارت فعلا ضعف، يعني قوة المقاومة صارت ضعف، لأنه بعد شوي رح نفتح الخلافات والصراعات بلبنان على هذه النقطة. قوة النفط صارت كمان ضعف، لأنه بعد شوي رح نفتح الحرب كرمال النفط اللي موجود بالأراضي اللبنانية. الضعف هو في وجود طبقة وطغبة حاكمة موجودة في لبنان، اعتبرت الدولة شركة تجارية بهمهم المساهمين يغنوا وتفلس الشركة. سرقوا الشركة لملء جيوبهم. هذه مشكلتنا، مشكلتنا داخلية داخلية داخلية، لأن من ارتضى من الداخل أن يكون أداة بيد الخارج هو من الداخل، هو مواطن لبناني في الأخير. وهذا المواطن اللبناني رح يرجع يقعد مع المواطن اللبناني على طاولة مجلس الوزراء، ورح نرجع نكفي الحياة ما كأنه في شيء صاير. وصالح بيروح بظهر الطالع، بس لأنه نحن عنا توازنات سياسية لا حزب الله بيرضى التخلي عنا، ولا أي مكون بيرضى التخلي عنا. هناك كمان هناك وعي المواطن اللبناني والشعب اللبناني. شو يعني وعي؟ شو المواطن والشعب اللبناني شو فيهم يعملوا؟ فيهم يعملوا كتير. اللي عملوه ما هو شيء سهل. على الأقل الإنجاز الأكبر لهذا الحراك والثورة الموجودة على الأرض، الثورة المحقة والحراك المحق، هو أنه أصبح الفاسد يخاف من أن يستمر في الفساد، بيعرف أنه هناك سيف أو عصا الشعب مسلطة في وجه الفاسدين، أنه إذا أردت أن تمد يدك على مقدرات الشعب اللبناني. يا دكتور، ما أنا بدي أرجع أذكرك من كم يوم خبرية 300 مليون، ما حدا طلع صوته ولا حدا طلع حسه. 300 مليون نحن عم نفترض، ما سمينا، خلينا نفترض. حتما هناك سياسيين لبنانيين يملكون، مش رح افترض. هي لو كان شكران بسيل عم بحول 300 مليون كان قيمت الدنيا هلا. كمان هناك اشاعات ان طالت الوزير بسيل وتبين انه هي غير محقه. يمكن تكون اشاعه غير محقه، نتمنى ان تكون غير محقه. هي حتى ما انا عم بحكي هون بنقطه، حتى الاشاعات كانت هدامه. صحيح، بس حتى اذا كان هناك سياسي في لبنان عنده 350 مليون في المصارف اللبنانيه، هيدا بيطلع 5 مليون دولار شهري، هيدا بيطلع 6 جوائز لوتو شهريا. شو بده احسن من هيك؟ شو بده احسن من هيك؟ طب بالاقتصاد نحن وين اليوم؟ نحن خلص بالاقتصاد صرنا بالانهيار، او عنا امال لربما بالاستنهاض من جديد؟ وعلل النفس بالامال ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. نحن بالهوى، اللي بيحكيك انه نحن على حافه انهيار ونحن على حافه الجرف، ونحن بالهوى هيك طايرين ناطرين يا ساعه. كل ما طولت المده بالازمه كل ما تكون الطبشه اقسى، بس نحن عمليا بالهوى. طب شو عين المسؤولين؟ هل السقوط سوف يكون في المياه؟ هل سوف يكون في بيطلعنا شي باراشوت تنقذنا؟ بس نحن عمليا في وضع سيء وازمه اقتصاديه غير مسبوقه في تاريخ لبنان، غير مسبوقه. هناك
أمال بحلول معينة. طيب كنا في السابق نزل الشعب اللبناني على الأرض يقول أن مشاكله سوف تحل بإسقاط الحكومة وأزمة الواتساب الشهيرة. طيب حاليا في أزمة رغيف خبز، الشعب اللبناني شو في ينزل يطالب بشعب الشارع؟ بإسقاط الحكومة، ما في حكومة. باشتراك حلول من خلال حكومة، ما في حكومة. بعودة الحكومة، ما في حكومة. أنا معك ما في حكومة، بس في حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها باستثناء وزيرة الطاقة ندى البستاني، وزير الاقتصاد منصور بطيش يلي عم بيقوموا بواجباتهم، أما الباقين فما عم نسمع ولا صوت. رئيس الحكومة مستقيل سعد الحريري غائب كليا عن عقد الاجتماعات، وإذا حدا قال له شيء بيجيبه عن طريق المستقبل ويب، بيقول له إنه بالعكس نحن عم نقوم بالواجبات اللازمة. الواجبات اللازمة ما حدا عم بيعرف شو هي وين عم بيقوم فيها. هناك دور اساسي لحكومه تصريف الاعمال كمان، يعني ليس هناك فراغ في المؤسسه الدستوريه اللبنانيه، يعني في المؤسسه الدستوريه لا تعترف بوجود فراغ، والا كان ما في حكومه ببساطه. هناك حكومه تصريف اعمال فلتقم بدور حكومه تصريف الاعمال، تقوم بهذا الدور او لا تقوم فيه بعد ما شفنا حلول على الارض. بنتمنى انه يكون في حلول مثل الدور يلي عملته الوزيره ندى البستاني اللي نتوجه لها بالف تحيه، لانه هي فعلا قامت بكسر كارتلات النفط والاحتكار الموجود في لبنان، عملت صدمة إيجابية. يعني وزارة الطاقة دائما نعتبرها كنا طاقة سلبية، حولتها لطاقة إيجابية، حولتها إلى طاقة إيجابية، ونحن بحاجة إلى المزيد من هذه الصدمات الإيجابية للمواطن اللبناني يلي فعلا اندل على محطات البنزين، ويلي كمان صار يروح على البنوك يتم تقسيط مدخرات حياته. فيما يختص بأزمة البنزين، الدور اللي عملته هو دور مهم، دور شجاع، دور رائد، دور أساسي، دور مهم، دور مش متمنى انه هاي دي وزير التصريف أعمال خلوني يعملوا مثله. ما عم نشوف حدا صراحة، يعني المواطن ضايع اليوم بمين بده ياخذ المسؤولية، مين بده يشتغل، شو بده يعمل، حاسس انه رايحين على مكان مش معروف شو هو، حاسس انه تصريف الأعمال سيطول، وبنفس الوقت لا تعويم لهذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال. وهذا الفراغ الذي حذرنا به منذ بداية الأزمة، يراد أن يكون فراغ. أن إسقاط الحكومة هو قفزة في المجهول، ونحن الآن في المجهول. يراد، يعني سعد الحريري يريد هذا الفراغ. انت برايك سعد الحريري، بغض النظر عن رئيس سعد الحريري، يعني مشكلتنا ما انا بالرئيس سعد الحريري كشخص، مشكلتنا بنهج وسياسي هدامي ادت الى ما نحن عليه. طيب هذا النهج يريد الفراغ اليوم بشكل واضح، لا يريد الفراغ. هلا في يمكن يصير في تسميه حكومه، لبنان قائم على الربع ساعه الاخير. متفائل ان شاء الله خير. ما عجبتنا هيدي، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. لانه قبل ما نفوت على الاستوديو كان في اجواء ايجابيه، يعني كلامك بيعكس شوية حذر بهذا الموضوع. يعني جربنا. من شو متخوف؟ ترى حدد أسماء اللي متخوف منه، حتى إذا صار في تشكيل حكومة بشخص معين ليس رئيس الحريري هو رئيس الحكومة، والنواب الموجودين بمجلس النواب والتابعين لأحزاب وهن سياسيين، يعني يمكن يسقطوا الحكومة من داخل مجلس النواب، يمكن يسقطوها من داخلها. كرمال هالشيء نحن لسنا بحاجة إلى حكومة تكنوقراط، لأن من ليس له سياسي وليس له ظهر سياسي هو أضعف من أن يواجه. أنا معك، بس إسقاط الحكومة الشعب الموجود على إسقاط الحكومة من داخل شيء مهم. بس إسقاط الحكومة من داخلها مش ممكن. يعني اليوم بأقل تقدير حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم بالحكومة بالمجلس النيابي عندهم 70 نائب، وبالتالي هذه الحكومة قابلة أن تستمر بدعم هؤلاء. بعدنا عم نحكي في شكل الحكومة، إذا كانت حكومة تكنوقراط بالكامل لن تكون تكنوقراط. يعني من الواضح انه لن تكون تكنوقراط. انت عم تحكي من شوية انه مؤشرات موجودة، وليد جنبلاط يبدو كمان عنده مؤشرات وبلش يستلحق الامر، الولايات المتحدة الامريكية لم تبدي انزعاجها مؤخرا من مشاركة حزب الله، يعني بالتالي الحكومة منها تكنوقراط. صار واضح انه خيار تكنو سياسي هو الخيار الاقرب. هيدا الواضح واضح حاليا، بس لبنان قائم على ربع ساعة الاخير. الربع ساعة الاخير قاتل، قاتل للأسف. يعني في عنا موسم أعياد حاليا، إن شاء الله تكون هذه الأعياد ما تكون الحكومة. أنا بتذكر يمكن بال 2016 من بعد الانتخابات الرئاسية، أول حكومة لسعد الحريري تم تشكيلها بفترة الأعياد، يعني يمكن قبل عيد الميلاد أو قبل عيد رأس السنة تم تشكيل هذه الحكومة، وكانت هدية لللبنانيين. بس نحن اليوم بنفس الوقت هذا الموسم قدين نحن قادرين نستنهض فيه؟ هذا الموسم خلص يعني دمر بشكل نهائي، الناس كانت بتعول على هذا الموسم. شو ما كان الوضع، لو كان يلي بيقولوا لك كان الوضع سيء جدا وإلى ما هنالك، بس كان في تعويل، كان في مشاريع، كان
كان في حركة تحضر لهذا الموسم كلها سويت بالأرض. في مشاريع حل يعني، في عنا بعض الأمور يلي كمان بدناش كمان دائما نضلنا بالسلبية بالسلبية، هناك بعض الخطوات الإيجابية، مثلا رفع رأس مال المصارف 20%، ها أمر مهم. شو يعني هذا الأمر؟ يعني 31/12 في عندك مليارين دولار رح يفوتوا على الأسواق اللبنانية، وب 30/6/2020 في عندك مليارين دولار جديد، هو 4 مليارات. بس كتير المصارف قدام تحدي كبير، وكانت قالت هالمصارف انه هي عطلانه هم تكون على قد هذا التحدي. لا هيدا امر بدها تنفذ المصارف، لانه صدر تعميم في هذا الاطار، والمصارف يجب ان تقوم بتلتزم بهذا الامر. هو 4 مليارات دولار ب 30/6 شغله جيده جدا. كمان التعميم الاخر فيما يختص بانه المصارف لا تقوم بتوزيع ارباحها عن العامين 2019 و2020. بال2019 بلغت ارباح المصارف، انتبه على هالوضع الاقتصادي السيء، 1.9 مليار دولار ارباح صافيه، ارباح صافيه للمصارف. اذا امتنعت عن توزيع على المساهمين، وفي عنا بال2020 ايضا 2.2 مليار، هودي 4 مليارات جداد. يعني عنا 4 مليارات يعني عم نحكي ب 8 مليار و4 مليارات 8 مليار. فهيدي شغلة ممكن أن تقوم بتعويم الواقع الموجود في لبنان، لأنه الأزمة الموجودة حاليا بلبنان هي أزمة دولار ورقي وليست أزمة دولار مستندي. يعني الدولار المستندي في كيف في مصرف لبنان في المصارف هو 1515، بالشارع عند الصرافين عم يفز ساعة 1900، ساعة 2000، ساعة 2100، ساعة 2300. بس شو حجم سوق الصرافين من الاقتصاد اللبناني؟ إلا ربما 2%. أنا هيك كانوا عم يحكوا إنه بلشت الأزمة حوالي 10 مليون دولار من أصل فوق 100 مليار دولار الموجود، الودائع فوق أكثر من 120 مليار دولار موجودة في المصارف اللبنانية. بس هذا الحجم الضئيل هو الذي يطال الطبقات الفقيرة. يعني خليني أعطيك رقم آخر أستاذنا الكريم، في عنا 2.5% من المودعين اللبنانيين عندهم ثلثين المدخرات في المصارف. تخيل الرقم، 2.5% عندهم ثلثي المدخرات في المصارف، وعندنا 97.5% عندهم الثلث الباقي. لا عدالة اجتماعية ولا لا عدالة اجتماعية، بس هون شو الفكرة؟ انه بدل ما تكون السياسات المصرفية موجهة لهذا المواطن الفقير يلي جمع كل حياته ليجمع عشوية المصاري ويحطهم بالبنك لأنه أمان يتم سرقته، واللي عنده ثلثي الودائع في المصارف بإمكانه تهريب الأموال والتصرف فيها وله حظوة مالية لدى بعض المصاري. يعني انت بالموضوع مشكلة. انت بالموضوع المالي تتوقع ايجابيات من نهايه السنه ووصولا الى منتصف العام المقبل مع هذه يعني راس مال يلي طلب، المواد يلي فرضت والى ما هنالك. هلا اليوم عم ينحكى كمان عن امكانيه خفض 50% من الفوائد. هل هذا بس تنقول للناس شو يعني خفض 50%؟ شو الاهميه بهذه النقطه؟ الناس خايفه عم بتقول لك انه انا كنت قاعده وعيش من الفايده. الأهمية بهذا الموضوع أنه بدل ما الناس توضع مصرياتها بالمصارف تضعهم في العجلة الإنتاجية الموجودة في لبنان. يعني كان الشخص بده يفتح مشروع تجاري عنده 16% بيحصل عليهم بالبنك وهو حاطط أجر على أجر، والرأس مال جبان. يعني طالما صار عندي فرصة نحط مصرياتي بالبنك وحصل 16% بدون هامش مخاطرة، جبان وطميع. جبان وطميع للأسف، صح. أما في حال كانت المصارف أعطت فوائد أقل، صار بشكل لا إرادي هذا المستثمر أو هذا الذي يضع مصرياته بالبنك بده يبحث عن مشروع اقتصادي لحتى يطلع له هامش فائدة أو هامش ربع أكثر من 8% عن 16 قسم 2 8. فهذا الشيء يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر إلى تسريع العجلة الإنتاجية، وأن يتجه اللبناني إلى أرضه مجددا، يقوم بزراعة الأرض التي أهملها، وأن يقوم ببناء المصنع وبناء المؤسسة الاقتصادية. بس بالوضع الحالي شو بيفيد؟ يعني بالوضع الحالي اليوم شو بيفيد؟ أنت تأخذ هذه الخطوة اليوم بظل هذه الأزمة، شو بيفيد؟ يبدو أنه الدولة هي المستفيدة من هذا الموضوع أكثر مما هو المواطن مستفيد. الدولة مش مستفيدة، الدولة بعجز. يعني بالنهاية إذا أفلس الدولة ما حدا مستفيد. بموضوع جنيتا وفوائد المفروضة. الدولة ما بتفلس لأنه الموجودات على الأرض عندها أزمة سيولة، بس الموجودات على الأرض تملك الدولة. يعني الأملاك البحرية والنهرية لحالة تحتوازي 65 مليار دولار. يعني الأزمة ما في أزمة بالأموال الموجودة في المصارف، خلي المواطن اللبناني يكون مرتاح. يعني مدخراتهم محمية، أيمتى بيحصلوا عليها؟ لا تنتهي الأزمة. كرمال هالشي نحن بحاجة لحكومة تنرد الثقة، لرد الثقة، بس هذا الأمر غير كافي، ولسياسات لخطة اقتصادية إنقاذية موجودة بلبنان. مش بس أنه بيهمني شخص يستلم منصب تايتل رئيس حكومة ولا هيدا عمل وزير في حكومة، بحاجة لأشخاص مكافحين، أشخاص ثوار في النهج والفكر
مش بالتسمية، سواء كان سياسي أو غير سياسي، سواء كان تكنوقراط أم سياسي، ثائر في النهج على الواقع الموجود لتغييره إلى نهج أفضل لأجل القيام وقيامة لبنان يلي بنطمح له. يعني نحن عم تقلي مطلوب منا أنه غير نشكل حكومة نعمل ورقة اقتصادية تنال على ثقة من الداخل ومن الخارج لجذب المستثمرين، بالتالي يعني نحن رفاهية الحياة اللي كانت موجودة ببعض الأماكن سابقا انطلاقا من الاقتصاد الريعي سنفقدها تباعا وصولا إلى الاقتصاد المنتج. لا بالعكس، الدول المنتجة كمان هناك رفاهية حياة. بس أنا عم بحكي رفاهية الحياة اللي كان يتمتع فيها البعض، من يلي بيقول لك أنا بحط أموالي بالبنك عندي هول بجمدهم وبقعد بعيش بالفايدة أنا ومرتاح ومن دون وجع رأس. هودي ما بيهموني ولا بيهموك، بيهمنا وجع الفقير ووجع الشعب. هودي يصطفلوا، هودي كمان إذا هن اتجهوا لبناء المصنع والمؤسسة في ضياعهم وقراهم بيكونوا عم بيساهموا، بيكونوا عم بيساهموا. ما شفت ولا شخص من هودي الإمبراطوريات المالية بنى مصنع لناس تبعه وبنى مؤسسة تربوية وتعليمية وبنى مؤسسات بتشغل فيها الشباب اللي عنده. وهذه مفارقة. ليش؟ لأنه المال السهل أن تضعه في المصرف وبيجيك ورقة 6 ورق لوتو كل أول شهر. على فكرة بالنسبة لموضوع كمان هون لفت نظري موضوع بالنسبة أن يكون مرضي عنا خارجيا، كمان يمكن الثنائي الشيعي يرغب أن يكون الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة لأنه هو شخصية غير مستفزة للغرب. يمكن أن تأتي المساعدات أو أن لا يكون هناك إعاقة للإصلاحات في ظل وجود شخصية من هالنوع. بس إضافة لها الأمر الشخصي رئيس مجلس النواب وشخصية سياسية ورئيس الجمهورية وشخصية سياسية، بالتالي لا مانع من شخصية سياسية بوجود. بس كمان سريعا بدنا نختم بموضوع سعد الحريري، البعض بيقول كمان أنه هذا سعد الحريري اللي بتكون أو مصممين عليه لأنه ممكن يجيب الأموال وإلى ما هنالك، ما هو كان موجود وسادر لم تأتي هذه الأموال، كان موجود وما شفنا البحبوحة ودعم استثمارات وإلى ما هنالك، يعني شو الدفع لشو العودة؟ ما قبل 17 تشرين هو ليس ما بعده ليس كما قبله، ونتأمل أن يكون هناك صحوة لجميع السياسيين وليس لشخص بنفسه، يعني ليس لشخص بذاته. إن شاء الله تكون هذه الحركة والواقع الاقتصادي السيء يكون صحوة الضمير للعديد من السياسيين الموجودين في لبنان. ما عندنا مشكلة مع الاسم ولا مع الشخص بشكل نهائي، لا هذه صارت واضحة. عندنا مشكلة مع نهج سياسي اقتصادي أدى إلى إفقار الدولة ومعالجة مشكلة الدين بالمزيد من الحريرية السياسية، شو ما كانت تسمية السياسة الموجودة الهدامة التي أدت إلى ما نحن عليك. أنت كتير هيك شو بقوله بتدور الزاوية وبتفوت. الحرية السياسية إلها إيجابيات، يعني في ناس بتهاجم الحرية السياسية بمحل من المحلات، بس كمان إلها إيجابيات أساسية موجودة. شو هي في لبنان؟ الإيجابيات؟ إلها إيجابيات أنه كان هناك فترة من الاستقرار اللي كان موجود في لبنان بفترة من الفترات، يعني الشعب اللبناني بكل صراحة آخر هم والمدين 70 مليار ولا 100 مليار ولا 120 مليار، بده يكون أكله موجود، شربه موجود، أمنه الصحي والغذائي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي إلى آخره موجود. واضح. تعتبر الحريري السياسي سقطت مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أم هي سقطت بمعانيها ومفاهيمها وبقى شيء منها مع سعد الحريري؟ الله يرحم الشهيد رفيق الحريري. شكرا لك نزار زكي عضو المجلس السياسي بالحزب الديمقراطي اللبناني على هذا الحضور. مشاهدينا بعد شوي نشرة أخبار التنتين وربع.